من فترة كمان اتكلمنا عن مبادرة جديدة لتصدير العقار أو بيعه للأجانب بالدولار، وقلنا إنها هتحقق حاجات كتير جدا وهتزود كمان حصيلة مصر من الدولار، وشفنا كمان نقاشات كتيرة جدا بين الحكومة وبين المطورين، لكن لحد النهاردة ما سمعناش يعني أي جديد عنها. هنحاول نعرف إيه الجديد في المبادرة دلوقتي. معانا على التليفون المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. أهلا ازيك. مبادرة المطورين لبيع الوحدات بالدولار يا فندم وصلت لحد فين؟ هو أولا يعني هو أنت بتتكلمي عن التصدير العقار يعني. صحيح. مصر دولة لعلمك رائدة بتصدير العقار، لأنها دولة حاضنة ومن زمان خالص إن الغير مصريين بيبقوا مقيمين في مصر، ولكن في المبادرة الأخيرة ما اتفق عليه في المناقشة ان الغير مصري يشتري بالدولار والمصري اللي من خارج مصر يشتري بالدولار، وعملنا مجموعة حوافز للموضوع دوت، وغرفة التطوير العقاري ما زالت مجتمعة عشان تأخذ بكل آراء المطورين العقاريين في مصر، يعني هنرسلها مذكرة رئيسية لمعالي رئيس الوزراء وزير الإسكان، وكان معنا الدكتور وليد عباس، كانت معنا مجموعة. يعني الحقيقة كانت مناقشة ساخنة، وهي تم منها جزء كبير ببيع منتجعات كاملة أو مدن سياحية في الساحل الشمالي من نوع مراسي الحجر. ايوه يا فندم، بس ولكن ده من زمان، منطقه راس الحكمه وكمان البحر الاحمر من زمان بنبيعه بالدولار. انت بتقولي من زمان راس الحكمه والبحر الاحمر. راس الحكمه يعني معناها البحر الابيض المتوسط، والبحر الاحمر دول يمثلوا 3800 كيلو، يعني دي من اغنى مناطق مصر الساحليه، يعني مش حاجه عاديه اللي انت بتقوليها. يعني احنا لغاية دلوقتي تم التنمية على اقل من ربع المساحة يعني بكتير، او تم البيع، ما تمش التنمية، تم البيع. ولا تنسي كمان ان مدينة العالمين يعني دي لوحديها 47 فدان، وخلفها مليون ونص فدان زراعي، وهي اتبنت بالفعل يعني اكتر من 28 تاور، ومدينة التراث. يعني مصر غنية جدا. صحيح. بالاستثمارات. صحيح. والإقبال من الغير مصريين يعني ممكن لو أقعد أكلمك عنه مش هيخلص، لكن إحنا بنحط حوافز مثلنا مثل الدول الأخرى اللي إحنا تناقشنا في الجلسة فيها. إحنا قلنا إن تركيا رائدة في تصدير العقار، كذلك اليونان، كذلك أسبانيا، دول أخرى، وكلهم مطلعين حوافز لتصدير العقار. فإحنا دلوقتي كغرفة تطوير العقاري، حتى مجلس الشيوخ، أنا ناقشت القصة دي في مجلس الشيوخ في لجنة الإسكان معانا، ناقشنا فيها، وفي القريب العاجل هتسمعي أخبار حلوة وحوافز حلوة، ومصر يعني هتبقى من الدول الرائدة في تصدير العقار زي ما هي دولة حاضنة لغير المصريين. وحتى تناقشنا مش في بيع بس، حتى ايجار. يعني في مصر حوالي دلوقتي 20 مليون غير مصري مقيمين في مصر بصفه دائمه او بصفه مؤقته، ده يا اما بيشتري عقار يا اما بيأجر عقار، وفي الاثنين ما دام غير مصري يبقى بالدولار. ايه هي يا فندم ملامح المبادره اللي قدمتها الغرفه؟ هي الفكره اصلا طالعه من الغرفه. فكره تصدير العقار طالعه من كذا سنه اصلا من الغرفه، لكن اهم الملامح اللي احنا اتناقشنا فيها وكان يجب ان ما بيعش الكلام دوت، ان يجب ان الـ يعني العقار لا يمثل وحده سكنيه فقط، يمثل كمان الارض. لكن الارض ديت الماده الخام اللي تبني عليها الوحدات، وزي ما قلت لسعادتك في راس الحكمه خلاص هي بتنتهي، وفي بعديها مدينه ثانيه خدوها تركيا، بتناقشوا دفعوا
مبلغ كويس 10 حوالي 10 مليار، وفي حوالي يعني برضه خبر جديد حوالي 6 مدن من راس الحكمه لغايه السلوم وكلها مدن سياحيه. مصر هتبقى يعني على مستوى العالم. يعني انا عندي اعتقاد وتحليل فني ومستعد ابقى ناقشك فيه، بس هياخد وقت طويل، ان مصر هتبقى السابع على العالم اقتصاديا، ولو تيسرت الامور ممكن تبقى السادس وممكن تبقى الخامس كمان. المهندس هاني العسيل، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.